هسا لو كانت تكاسي الأردن كلها بهاي الطريقة شو رأيك؟ رائع رائع. نازل أفكر وين كنت وين صرت، صار لي ربع ساعة بستنى في تاكسي. بس حالي بالجنة يا زلمة. طب ممتاز. عمركم شفتوا تاكسي في الأردن يحتوي على واي فاي؟ مش بس هيك، كمان يحتوي على آيباد وتابلت للعب والترفيه، كمان لابتوب فيه جميع الأفلام والمسلسلات. مش بس هيك، بالإضافة إلى مشروبات باردة وساخنة ومكتبة ثقافية متنوعة متنقلة وكمان مي. ومش بس هيك، في عنا سائق لطيف ومهذب وحضاري ومثقف. كل هذا بتلاقوه بس في برنامج مقلب وفكرة. الوضع اني انا هسه دوار الدفني، تاكسي الحضاري، تاكسي الحضاري، تاكسي الحضاري لحد الاعلى لاول طلب هو 5 دقائق. الان احنا تعدينا دوار المدينه وهينا فوق الجسر. حتى فوق الجسر فيش طلبات، في تاكسي قاعد بضارب علي، تاكسي مفكرني انا قاعد الحلق طلبات، وما فيش طلبات، قاعد تزروك ليش؟ الباب الخلفي لو سمحت. نعم الباب الخلفي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا رب. السلام. السلام ورحمة الله. المدينة الرياض، حي المدينة. شاء الله. شو هاي الأجهزة اللي عندك؟ هاي الأجهزة خالتي أنت، تاكسي الحضاري. آه. هذا تاكسي، في عندك كتب عيدك الشمال إذا بتلاحظي، في عندك تابلت وعندك لابتوب ورا، عندنا الواي فاي مجاني. يعني إحنا نسعى على خدمة الزبائن على أقصى وجه. ما هاي كل هالشغلات ما بعرف لها، لا بقرأ ولا بكتب. بالمرة نهائي. بالمرة. اشتغل طبعا. طبعا هذا كله جاء نتيجة الملاحظات اللي بتيجي على التكاسي، انه شوفرية التكاسي مش مريحين، شوفرية التكاسي بيحكوا كثير، شوفرية التكاسي مش عارف ايش. فاحنا بنحاول انه نوفر جو، يعني انه نغير. طبعا مثلا ممكن تتعاقدوا مع واحد مثلا بالشهر، يعني كنت حاب انا مثلا انه 2 ارجع مثلا، ممكن تيجي تاخذني من هون لطبرقوب. اها انا لازم، يعني كثير عجبتني فكرة انه في كتب في المكان هذا. ايش بتحبي تشربي؟ انا عندنا عصير مانجا، عصير برتقال، اناناس. معقول؟ اها شوفي بعينك. طبعا لا يخلو دخيل. لا لا ما بصير. لا الله يرضى عليك. ما بقدرش هيك هيك النظام. انا ايش يا خالتي، انا يعني متعود على التاكسي ومعيش الا جار التاكسي. لا لا هذا ما في فيش زياده على الاجار. هذا من ضمن نفس اجار التاكسي، ما بزيد ولا بنقص. بارك الله فيك. احنا نسينا نضيفك، شو بتحب تشرب؟ في عنا عصير اورنج مانجا، اورنج كوكس. هاي النظارة ايش؟ هاي النظارة بتلبسها بتشوف شو شعورك وانت لابسها، يعني شو اختلف الشعور الان عليك؟ اذا قدرت تطلع الكرة من داخل المكان اللي هي فيه، اللي تخصم 10% على العداد. يعني اذا بطلع علي من هون للمدينه دينار بتخصم لي 10 قروش. يعني لا انا بدي اطلع لك اياها، بس بديش تخصم ال10. لا اذا طلعتيها الخصم حاصل. اذا طلعتيها من المكان اللي هي فيه، اللي فيه صح لك خصم 10% على العداد. فممكن تحاولي انه الكره. بدك تطلع اليوم كاور؟ ما طلعت. سهلة. هي كل شيء عندها؟ نو. أنا هسا مثلاً طولتها، أنت راح تخصم لي على العداد، مظبوط؟ تمام. حلو، اللي هم كيف بدهم يعرفوا إنه أنا طولتها فعلياً؟ كتن. طلعت؟ سهلة. راح تتغلب لما يعني الواحد راح يتغلب ويطلع. طلعت؟ أوه ممتاز. تتوقع إنه بين هون راح يتغلب الواحد لبين ما يطبقها يعني. طلعت؟ طبعا سهل. ممتاز. سهل كثير يعني بداش فن. طلعت؟ ما شاء الله عليك. عاد رجع لنا اياها. لا ترجعها. والله اشي مرتب، حاطين عطور كمان. هذا اكيد بحب استخدمه، عطور نظارات، كل شيء بالتاكسي له استخدام. طب شو بالمقابل؟ Nothing. في عطر وفي طبعا احنا
الكل عندنا حتى رجال او نساء كلهم موجود ورا كمان، يعني الباب هذا ما بنستخدمه. ماشي. الباب الامامي ما بنستخدموش. طبعا احنا اصلا الكتب اللي حاطينها لانه عندنا مسابقه، الان اذا بتقدر تقرا 5 صفحات من هون لما نوصل من اي كتاب في عندنا خصم 25% برضه على العداد. اذا بتقراي 5 صفحات من اي كتاب موجود في خصم 25%. الله. اذا بتحب اقراها. اما كل كتبكم مسرقين. يعني ما كناش متوقعين انه في ثقافه اجنبيه. هاي الكتب دينيه سنيه شيعيه شو اصلا؟ لا هاي كتب ثقافيه روايات. ثقافيه سنيه شيعيه. لا هاي كتب ثقافيه خالتي. قلت هل تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم ان السمك ينام وعينه مفتوحه؟ هل تعلم ان النحله ترفرف 360 مره بجناحيها في الثانيه الواحده؟ هاي بعد. هل تعلم؟ هل تعلم أن الحصان إذا قطع ذيله فإنه سوف يموت؟ نعم. تمام. هل تعلم؟ هل تعلم أن الإخطبوط له 3 قلوب؟ ماذا؟ 3 قلوب. هل تعلم؟ هل تعلم أن النحلة تحرك جناحيها 360 مرة في الثانية؟ أعلم. هل تعلم أن الفيل يعبر عن مشاعره بالبكاء؟ أعرف. تقوي. هل تعلم؟ هل تعلم أن الحصان يموت إذا تم قطع ذيله؟ ها؟ جد؟ يس. هل تعلم؟ هل تعلم أن النحلة ترفرف بجناحيها 350 مرة بالثانية؟ هل تعلم أن وزن بيضة النعام يقارب 2 كيلوغرام؟ ثلاث شو؟ ثلاث بيض نعم؟ هل تعلم؟ هل تعلم أن الحصان إذا قطع ذيله فإنه سوف يموت؟ وهل تعلم؟ هل تعلم أن الإخطبوط له 3 قلوب؟ برضو هل تعلم؟ هل تعلم أن الفيل يعبر عن مشاعره بالبكاء؟ هاي بعد. هل تعلم؟ هل تعلم أن عدد فقرات عنق الزرافة نصف عدد فقرات عنق الإنسان؟ هلا بتحكي عن جد ولا بتتخوف؟ لا بحكي عن جد، لا إله إلا الله. زي أولادي بتحكي عن جد. الله يسلمك. الله يسلمك. كيف يعني شايف؟ يعني تاكسي مش حديث. تمام. آه. وحط تليفونات وحط هذا شو اسمه؟ آيفون هذا وآيباد نعم. وقلم ونظارات غريبة عجيبة. فقرة سؤال عن الماشي. تفضل. تمام. اذا بتجاوب السؤال برضه رسح لك خصم على العداد. السؤال بيحكي ما هو مرض الملوك؟ ما هو مرض مرض. السؤال بيحكي كم عدد فقرات رقبة الزرافة؟ هي عليها خصم النص يعني. شو مثل العداد؟ 100 يعني. نزيدك شوي. نزيدك شوي. ازيدهم؟ لا انزلي لك شوي. 80 90 85 84. تحت شوي. 83. لا السبعينات. 73. جواب صحيح. هلا في عندنا سؤال برضو اذا جاوبته برضو بتحصل خصم على العداد. السؤال بيحكي ما هو مرض الملوك؟ لأن سؤال اذا جاوبت عليه بتحصل على خصم 50% على العداد. السؤال بيحكي ما هو مرض الملوك؟ نقرس. نقرس جواب صحيح. رقبتك عالية يعني. ان شاء الله. انا برايي تدفع العداد انت. مش غلط احسن. 50% على الكتاب. خلصت 5 صفحات؟ واكثر. اكثر من 5؟ صرت طيب. 17. ممتاز. روح يمين؟ لا شمال. هلا غربتك شمال. الطريق اللي بتحب نيجي منها من وين؟ يعني انت بالعاده بتيجي من شارع الجامعه ولا من شارع اردن ولا؟ عادي من وين ما بدك اللي انت شايفه مناسب له. هذا ما بفوتش. رحله جميله. الله يسعدك. احنا بالختام كان معك برنامج مقلب وفكره. تمام. احنا مش تاكسي حضاره. برنامج مقلب وفكره. مقلب وفكره؟ يس. فاضي. لا والله حلو. اكيد شفت الكاميرا. لا.
لا ما شفتها. اه هلا شفتها هي بينت تمام. لا خلص انت هسه منك حقق الشروط خلص تاكسي فري جد. اه يس طيب تمام. يعني قعدتني ورا قعدتني ورا ليش؟ ليش قعدتني ورا؟ انا قاعد اقرا عشان تبين. يعني انا كلكم قاعد تقول هاي تكون فين؟ استغربت اه؟ انسى بتطلع هو بيحكي شو هذا؟ هسه لو كانت تكاسي الاردن كلها بهاي الطريقة شو رأيك؟ رائع رائع. نازل افكر وين كنت وين صرت، صار لي ربع ساعة بستنى التاكسي. اه بس حالي بتجنن يعني. طيب ممتاز. هذا التاكسي خالتي تحسين صورة التكاسي بالبلد، أنت كيف شايف التكاسي بالبلد؟ قبل ما تركبي هذا التاكسي يعني؟ والله هي أولاد حلال، بس أول مرة بشرب إشي يعني من شوفير تاكسي. صح واحد. الله يعافيك. كتب كتب ولاب توب وواي فاي. ما استغربت يعني قلت مستحيل لاي في عمان يعني. اه بالضبط. فان شاء الله تكون هنا عجبتك الفكرة وشو خلص اعطيني دينار ما في مشكلة. لا 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 لا, لا توكل على الله يعني. لا. هي بتصفي بس انه اشي رمزي يعني. اه وعلى التلفزيون ان شاء الله. بس جميلة الفكرة وهي قاعدة ورا مسالية. ممتاز. انت اول مرة جيت تقعد ورا بالتاكسي. يعني هو انا انعجقت اصلا، نسيت اشغل العداد ونسيت اضيف ونسيت هذا، بس مش مشكلة ممكن نكسر حالي. هي البنت خف عقلها قالت لك شو المجنون هذا كل شوي بحكي لها تعلم انا شايف تطلع تقول انا اصدق وانا انزل. Ha ha ha.